Buongiorno, buongiorno. Oggi cucino io. Siccome Mina non sta tanto bene, ci diamo da fare. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة في هذا النهار يا ربي. اليوم عيانة ما شكيتش عليكم، وجاكم اللي غادي يطيب الغداء، غيدير هو الغدا وداك الشيء اللي كاين غنقبلوا عليه وصافي. Allora, per iniziare facciamo un po' di verdure e facciamo anche il salmone. E dobbiamo tagliarle fine fine e li facciamo sulla griglia. Poi dopo faremo una salsina che poi vi farò vedere pian piano che faccio le cose. Ok? قال لكم جاكمو غيدير الخضرة هي مع السومو، غيبدا يقطع في الخضرة هي الأولى وغادي يبدا يشويها وغيدير معاهم واحد الصلصة قال لكم زوينة، غادي يوريها لكم، غيوري لكم كلشي. غيبدا يقطع، يعني ما غنقول لا دير لا ما دير، لا دير اللي بغا تقول راسو، المهم غيوجد لينا الغدا وصافي. غيانا ها هو خدام تيقطع في هاد البطيطه غادي يكملها. Allora, per quanto riguarda la verdura, bisogna appunto fare gradatamente. Bisogna prendere prima la patata e farla cuocere, poi subito la cipolla e dopo la zucchina. Ok? Ok. Patata. Cominciamo a mettere un po' di olio. Yellula. قالك غنمشيو على حساب الخضره اللي قاصحه اللي رطبه وداك الشيء، غيبدا غادي هكا غيدير البطاطا هي الاولى اللي قاصحه، راه هو تيدهن في الشوايه كيف تشوفوا، راه هو هذيك الجيانه راه في الدار داخل. الشوم واحد الصهد لي نوستري باتاتي. غيدير البطاطا دابا في الشوايه غيبدا يسد فيها هكا. صافي غادي يكملها هنايا، ها هو تيقطع حتى في البصله تاع هي تيديرها دوائر. البطاطا ها هي درناها كلها هنايا، ندير لها شويه ديال الزيت هنايا. بلا تيبولا روسكا وغادي نوضعو حتى هاد البصيله تاع هي هنايا هكا. بصح ما عنديش معاها ولد ياكل عندي جاي. Adesso cominciamo a mettere le zucchine. Ah, ho bisogno di quel coriandolo. Quello lì è la patata, vedi? بصلة كايرة مدبولوغا هوجدات تبدا تحمر، راح تقع هاد القريعة حتى هما. غنحيدو دابا البطاطا، غادي تحطو ليا مي بطاطي جاكم. اوكي ادسا فاشو كوشر التوتو منتري فادا نراكوجير ان بو دي روكولا. غادي خلي هاد الشي طايب ليه هنايا، غنبقى نقابلهم ليه وغيمشي هو. قال لكم غيجيب واحد شوية ديال جرجير. كاين اخرى عاوتاني تحت، هاو غيقطع هنا باش غيدير بها واحد الصلصه زوينه. نخليوه يقطع، هذه هي اللي قطعنا منها البارح، هي زوينه هذه بزاف كاع. مشي نحضر ليها هنايا قبل ما يتحرك هذا الشيء هكا، نقلب ليه مره مره. Allora, con la rucola mettiamo pure un po' di coriandolo. مع جرجير ها هو دار هنايا، غيدير قال لكم واحد شويه ديال القزبر. وانا قلبت ليه هذا الشيء ها هو. Ti conviene mettere il pesce Giacomo? Eh sì. Dopo il metto il sale. Adesso sì. È arrivata l'ora del pesce. Vai dire il frutto d'erba. Mettilo qua. Due rimani tutto bello caldo. Vai caldo, dire, caldo. Caldo, caldo. Fate l'uomo, fatto c'è uomo. Adesso vado a lavare la rucola e poi ci vediamo. Ora mi scelgo se devo girare o vado a girare. Ora da come fatto mi scelgo se devo girare. Ora mi gabbia lì gnaia. Siamo pronti per la nostra salsina. Ora mi giù, che cosa vai a dire alla sauce di elo? Mettiamo le nostre erbette. Vai a dire devo girare, ma devo... Prendere il recipiente. Mettiamo l'olio. Mettiamo una decina di pinoli. Okay.
un po' di sale. Vedi, la faccio io di melh. Ok. E adesso proviamo tutto. Sapevo che di يطحن كل شيء هذاك الشيء. غيزيد شويه ديال الزيت وغيبدا يطحن. كنقول لك وا هاي بعد ربع شويه بغا غير شويه على حساب هاد السوميات هذا. جيبيمو جيراري كويسي جاكمو صافي قلبو هادو هاك قبل ما يتحرقوا. القضيره الاخرى هي كلها هنا. Voilà! Perfetto! Perfettissimo! Perfetto. Ok! Allora è quasi pronto, la salsina è pure pronta. Al hot, موجود من تحت ومن فوق la sauce تاعي اللي دار تاعي واجده. هذه راه زوينه كتبن الاطباق ديالكم. Mettiamo un bel lettino. يدير لي يفرش ليه من تحت هنايا هكا. اوكي e adesso andiamo a inviettare. صافي غيبدا يهز دابا باش يوضع في الطبق. فوالا هكا ندير الاخرين حتى هما نفس الطريقه. فوالا شكوطه شكوطه تحرك. اوكي e adesso lo guarniamo. صافي غيدير لهم دابا هاد الصلصه هادشي اللي بقى منها هنايا غيديروا لهم الفوق. راه كتجي خطيره هاد الصلصه هادي زوينه بزاف. Per me puoi mettere anche poco sulla verdura. Pure sulla verdura. سي غادي درت واحد شويه فوق ديال الخضره هنايا شويه باش يعطيها المذاق ما فيها لا ملح لا والو. وي بورسو لي باتاتي انكي سولي باتاتي اي باي. صافي غادي ديرها فوقهم كاملين هكا والوريغانو. هاد الشيء اللي تكون شي حاجه ثقيله ضروري الوريغانو. بودي اوريغانو ho fatto giusto giusto per contire per ga شويه in modo da non sprecare nulla. Ecco. E che dire? Vi piace? Lasciatemi un bel commento. Tutto pronto? Io ho preparato altri due contorni. Tutto pronto? Andiamo ecco. Dentro andiamo a vedere. Aiutane a Zef. يحل الشهية. Han visto? أنا هاج درتها. Anche Mina ha preparato qualcosina. Barbabietola. Il hop baccola o la cubisa. La malva. Con le olive. E invece di qua ha messo il ravanelli. Ravanelli. Ok. هو ما تياكلش البربة بزاف ودرت لي غير شوية ديال الفجل. وأنا اللي درت لي البربة. صافي وليا الغديوة ديالنا. تمنتنا الإعجاب ديالكم. شجعتكم القناة جاكم. Spero che vi sia piaciuto questo video. Ah, finalmente abbiamo finito di mangiare benissimo. Ho lavato tutti i piatti, tutte le cose, la griglia che è qua. Ciottina. E adesso per finire dimenticavo che c'ho da cambiare anche questo vasetto. Sta crescendo molto bene, ma naturalmente ha bisogno di spazio. Spazio, devo cambiare il vaso. Quindi andremo a mettere della terra dentro un altro vaso e questo qui lo mettiamo in mezzo. E lo copriamo ancora con la terra. Venite con me. Tottina, غسلنا المعينات, غسل الشواية حطها هنايا, غسلنا القطاعة, غسلنا كاع المعينات ديال الغدا. هو يخرج قال لك ما تيبغيش ينعس. ما تنعسوش حنايا عادة في الغدا ولا مورا الغدا ولا شي حاجة. إما تنخرجوا في إيطاليا ولا تنقضيو شي حاجة اللي عندنا ما يتقضى. إيوا هو ينوض قال لك غادي نبدل هاد البلونت هادي. هاي هنايا المهم مرة الغدا ما يكونش الناس. واخا نجلسو نتفرجو غير في فيلم ولكن جالسين ماشي متكين ولا محطين ولا تيجينا النعاس لان الواحد كيشبع كيجيه النعاس. المهم صافي هكا ها هو غادي يجبد
محيبق فاش غادي يدير هاد البلونت ديالو، راه عنده واحد الساك عامر تما بمحيبقات صغارين، وغادي يبدلها باش غيديرها في واحد اخر. الطراب راه هو عنده، ها هو الغبار هنايا. حاولت لي كيسولوا جاكومو كيفاش كيغرسوا داكشي، راه هكا راه ما بيعش جالو روسو مي بيعش الروسو روسو روسو. قال لي شكون يعجبك الصفر ولا الاحمر؟ اجوديكاتو. انا تيعجبني الاحمر، هو تيعجبو الصفر، هو اللون المفضل عنده الصفر جاكومو. غيدير ليها هذاك الفاز التحتاني ديالها، والتراب هنايا ها هو عنده الغبار كيف ما قلت لكم. يا ابيام لا تيرا يا ابيام كومبراتو ان بريسيدنسا. هذاك الغبار هذا داك الخفيف غادي يهزو لينا ومتر ان بودي تيرا دينترو. غادي تاشو ديال التراب، غنوري لكم البازيليكو داك ديال الطاليا اللي جبنا الكبير اللي عنده الورقات كبارين. ها انتم شوفوا هذا راه باقي قصير، وشوفوا الورقات تبارك الله قداش ديالو رومي هو. شفتوا جاك مود كويسي دي بيان طارلي كوزي كريشي دي بيو كويسو كي كوزي باسيليكو باسيليكو سي هو. ايه هذا راه باقي هذا دال ايطاليا. لا نون ان ايطاليا كويل كويستي دال ايطاليا بيرو. Sì, questo è il basilico gigante, questo. Gigante, da quelli... Questo no, il basilico migliore tutto dall'Italia, dall'Italia questo, questo. Sì, non mi ricordo io. Sì, che è l'altra qualità, sì. Che ho messo tutto messo l'Italia lì dentro. Allora, ho messo un po' di terra. Adesso andiamo a togliere la piantina. Vedete? Piena di radici. Allora bisogna di spazio. Noi andiamo a metterlo un pochino così e adesso aggiungiamo tutta la terra intorno. Ci sono tanti piantini. Sono tanti. Sì, se la vuoi togliere e fare tante piantine, sì, si può fare. Fai una, dai. Fai una, le mettiamo qua, lo facciamo a me. Una la mettiamo a parte. Non lo so, hai donde rovinare a me. Questa è la volontà di. Eccola, questa è una florida diala. Sopra le teglie. Onti, voglio un palino. E dove li metti? È un altro vasetto. Va bene, dai. Yalla, così metti anche il giallo tuo. Eh sì. Allora, una, tre al prezzo di una. Vedete? Una. Una. Due. Voilà. Adesso li bagniamo? Adesso li bagniamo. Vedi, va che ischia. Insomma, li accetto come una, come che li come Giacomo. Allora, queste qui sono piante di casa, non sono piante da esterno. Ha bisogno solo di luce, acqua e tanto amore. Che quelle comunque termina il hop tebre. Prevale sempre l'amore, ricordatevi questo. Ecco. Safi غادي نخليهم دابا يديروا شويه غندخلوهم الدار تنبغيو نمشيو عند مو انتي ولا وحيده. نتوما شفتوا شحال زوينين. اوكي. Okay. Tanto quanto basta. Ecco. دابا هما لكن عليهم الصهد تيموتوا هاد لي بلونت. Speriamo che vi sia piaciuto. Al prossimo video. يلا. نتمنى الاعجاب ديالكم هذا الفيديو، شجعتكم القناه والى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش لايك وبارطاج.